مع مشاري. حياك الله عبد الله. عبد الله ما أدري، أنا أشعر يعني بشعور غريب شوي. ليه؟ ما تم استخدام كرت الإيقاف ولا الاسترجاع. ما أدري، ممكن يستخدم، ليش لا؟ يقولون الأخير هو العلامة الفارقة، نشوف مع علي العباسي ممكن. حياك الله يا علي. الله يحييك سيدي ويبقيك إن شاء الله. شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. تمام الحمد لله، الله يسعدك. الحمد لله. كم حافظ من القرآن يا علي؟ الحمد لله ختمت القرآن ما شاء الله تبارك الله. وقول لي كيف، ما هو الفرق بين الحفظ والفهم؟ والله الفرق يعني كبير، يعني إذا الواحد حافظ وفاهم يعني حيستشعر الآيات بإذن الله، وحتكون يعني خارجة من قلب زي ما يقولوا، مو زي الحفظ لما يكون بدون فهم. صحيح. وكيف تشوف يعني من الأشياء اللي تركز عليها لجنة التحكيم اليوم؟ الأداء والتجويد، وإن شاء الله نكون قدها بإذن الله. بإذن الله. جاهز اليوم، مستعد، مضبط أمورك؟ إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. علي، اللجنة في انتظارك. ودنت سنابل خيره أملا. علي محمد لطف الله العباسي، أبلغ من العمر 22 سنة، والحمد لله ختمت القرآن قبل فترة وجيزة يعني، والحمد لله تم استضافتي في برنامج سنابل المدينة عن طريق الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، هي اللي رشحتني للبرنامج. طبعا بعد ملاحظات المشايخ لقراءتي، وإن شاء الله سيكون التركيز أكثر بإذن الله، نكون في المراحل القادمة إن شاء الله متفوقين إن شاء الله ومتألقين بإذن الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كتاب للهدى نزل أقام القول والعمل تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
رسالته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. حسبك بتكمل. يا مرحبا شيخ علي العباسي. علي كم عمرك ما شاء الله؟ 22 سنة. 22 سنة ما شاء الله تبارك الله. طيب نشوف رأي اللجنة وأبدأ مع الشيخ أحمد. علي ما شاء الله عمرك 22؟ نعم ما شاء الله. ما أنا قلت 28. إي لا لا زودت 6 سنين من عندي. بسم الله عليه ما شاء الله. شكرا يا شيخ علي هلا هذه التلاوة الجميلة الرائعة. أنا أحب القراءة الحجازية أحب. أيوه يضم كده هيحبك. أيوه أحبها القراءة الحجازية يعني ما شاء الله تبارك الله. لا خلاف القراءة والأداء والنغم اللي اخترته، لكن بس في ملاحظات تجويدية. النبي في شدة في الياء عندك، والنبيين ظهرت مرتين، ولكن رسول الله مخرج الراء هنا برضه لم يخرج بالشكل الصحيح. هو الذي اختلست في اختلاس فيه هو الذي آخر آية ختمت بها بالمؤمنين رحيمة بالمؤمنين نارحيمة فيه مد في الياء أكثر من اللازم. لكن قراءتك أنا أشكرك شكرا جزيلا. أنا عدل أحب القراءة الحجازية كثيرا. طيب الله يوفقك علي. شكرا للشيخ أحمد. شوف الشيخ صابر. الله يفتح عليك يا شيخ علي. والله حنجرتك وتلاوتك يعني شيء لا يعوض، ولا نريد أن نفقد هذه التلاوة إلى آخر حلقات البرنامج. ترى كثير من الناس عندهم صوت، أما أنت ربنا جمع لك صوت جميل ونغم جميل وإحساس رائع، يعني عشنا معك عيشة حقيقة. خلي التنبيهات والسلبيات نفس اللي ذكرها الشيخ أحمد، وإن كان نزيد عليها الجيم حرج الجيم الرخوة هذه الحجازية ما في إشكال، لكن قراءتك جميلة وأنت مكسب للبرنامج يا شيخ علي، نسعد بك والله. وش فيها الجيم يا شيخ صابر؟ جيم هو ضحك لما قلت الجيم بس ماني عارف ليش في رخاوة. الجيم حرف شديد، شديدها لفظ أجد قطن بكت يعني حرج، أما حرج يستمر معنا هذا سمى رخاوة، أما ينحبس ينحبس هذا الجيم الصحيح. جميل. شيخ يوسف الملحوظات أتفق مع المشايخ، يعني ما شاء الله شيخ أحمد كان يقرأ ورغزي في الملحوظات وهي بارزة حقيقة في كتجويدا، لكن ما شاء الله صوت أداء نغم انتقالك من قوله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كانت كأنك يعني سبحان الله كأنك انتهيت من الكلام وبدأت بكلام جديد وخليتنا نعيش حياة أخرى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كانت يعني نقلتك فيها جميلة جدا. أهنيك على هذا الأداء وعلى هذا الصوت الجميل. الله يسعدك. شكرا للجنة التحكيم. سؤالي لك يا علي، شايف المقاعد فل ما شاء الله إلا انتظار ها؟ وإذا معطونا في دقيقة الاختيار إضاءة خضراء من اللجنة سواء واحد من اللجنة فهو معناه أنه حيضحي بأحد الموجودين. ماشي؟ والله أنت ما ودك أحد يروح وما ودك أنت تروح صح؟ بالضبط. يا سلام كيف أنا فاهمك. طيب على أي حال إحنا نشوف بدأ الوقت، بدأ دقيقة الاختيار يا علي، ونشوف مين من أعضاء لجنة التحكيم حيعطينا إضاءة خضراء وممكن يقولوا لا يخلوها لين الاسترجاع ويأخذك واحد. أوه شيخ صابر أعطانا إضاءة خضراء، الشيخ يوسف أعطانا إضاءة خضراء، وها فيها إضاءة خضراء الشيخ أحمد ولا اكتفيت؟ ها؟ بنا إيش بنا؟ إيش تقول؟ إيش قلت الشيخ أحمد؟ إيش بنا؟ إيش بنا؟ يعني لا بالفعل حيرة الآن شديدة. محمد الحارثي ومحمد العمري أصبحوا في خطر. شوف يا شيخ أنا بقي وقت معنا، المشايخ يتناوشون أيه؟ من يوم خدت أنا عمر عمر اكتفيت لا منا بخلينا وكذا، فأنا بخلي لهم الحين بخلي لهم طيب. علي طيب بس إذن بس محمد بجيهم. ومحمد الآن أصبحوا في توتر، انتهى الوقت. طيب يا شيخ علي شوف أنت موضوعك الحين مو موضوع اختيار واحد من أعضاء اللجنة. طالع على يمينك شايف محمد الحارثي لابس شماغ أحمر، وشايف محمد العمري شوف كيف كشخته
أهله قاعدين يتابعوه. إذا أنت اخترت واحد من أعضاء لجنة التحكيم اللي معطينك الإضاءة الخضراء معنا إحنا حنقول لمحمد أو محمد مع السلامة. عمر شوف كيف متكي من قوة ما هو مرتاح، شوف كيف متكي جالس ما عنده أي مشكلة. طيب يا علي أباك تحط هالموضوع في بالك. الله حيرتوني. ما أبد موضوع عندك. وللمعلومية إذا راح محمد أو محمد حيوقفوا هنا وفي دقيقة استرجاع. شوف كيف طمنتك. تمام حلو يلا نختار الشيخ ملعب. صابر إن شاء الله. الشيخ صابر ما شاء الله تبارك الله. يا محمد العمري تعال هنا واترك المجال أو الكرسي لي علي العباسي. شكراً